أول مرة في جهة في ذلك باسم التعاون في الحياة التعاون في الحياة في العياش كثير من الوقت مشتت زائد فواكه الجرار كاين لا معرض زوين ومعرض جهوي فلاحة في دولة الثانية مستوى رغم الصعوبات ديال البيع ولكن الحمد لله بلاد اللي عرف المنتج ديالو المنطقة ديالو التعاونية داكشي هذا هو الهدف هو الهدف الحمد لله كنتمنى ان شاء الله كنبداو ان شاء الله نعمل قدام المعارض ما كنقولها واحد عاود كنأكدها المعارض باش يديرو في وقتهم واخا ماشي وقتهم ولكن بالنسبة للتعريف المنتوج ديالك تعريف التعاونية هو الأهم.